أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم العنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منه والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. العرفان يعني ديانة وحدة الموجود، وديانة وحدة الموجود تعني كما ذكرنا ذلك كرارا ومرارا أن الأشياء واحدة، وذلك الواحد هو الله عز وجل. والعرفاء أي المرتدون فطريا عن ديانة الإسلام إلى ديانة وحدة الموجود، أي الزنادقة الملاحدة الكفرة الذين لا يؤمنون بالإسلام ولا بأية ديانة سماوية منحرفة ولا بأية ديانة بشرية أرضية ولا بأي شيء، يعتبرون أنفسهم عين الله عز وجل ويعتبرون كل شيء عين الله عز وجل. ذكرنا هذه الأمور فيما سبق كرارا ومرارا. والعارف ربما يكون مشهورا وربما يكون مغمورا، عينا كعلماء اليهود كعلماء النصارى كعلماء المجوس ومن أشبه، ربما يكونون مشهورين وربما يكونون مغمورين. والعارف عينا كبقية رموز الأديان ربما يكون لهم نتاج مطبوع منشور، وربما لا يكون لهم نتاج مطبوع منشور، أقصد نتاج فكري. المهم العارف عارف وإن كان مغمورا وإن كان بدون نتاج مطبوع منشور، وحتى إذا كان بدون نتاج فكري مكتوب أصلا، فنعرف العارف أنه عارف كما نعرف القس أنه قس، أو الحاخام أنه حاخام، أو ما أشبه أو من أشبه من رموز الأديان. إخواني، بهجة محمد تقي بهجة الذي غادر عالم الدنيا إلى عالم البرزخ أخيرا كان من العرفاء، أي كان مرتدا فطريا عن ديانة الإسلام إلى ديانة وحدة الموجود، أي كان زنديقا ملحدا كافرا. طبعا كان مغمورا، وحسب ما يبدو لي والله عز وجل أعلم ما كان له نتاج فكري مطبوع منشور،
مشهور، ربما كان إلي، أما أنا الآن لا أعرف ذلك، وربما كان إلي نتاج مكتوب، أما أنا لا أعرف ذلك. المهم أنه كان عارفا وسجل في المكتوبات المعتمد عليها من قبل أتباع الفلسفة والعرفان أنه كان عارفا، كان من المتخرجين في العرفان على القاضي الطباطبائي، ذكر ذلك في كتاباته الخبير ولو بنحو من الأنحاء في العرفاء وفي كتب العرفاء وفي العرفان في العصور الأخيرة، محمد حسين الحسيني الطهراني، ولم يكن عارفا كالعرفاء العاديين، وإنما كان عارفا خبيثا اتبع خطة استخدام الاجتهاد والمرجعية في سبيل العرفان، وهذه لم تكن عادة للعرفاء السابقين، وإنما هذه خطة ابتكرت أخيرا حتى لا يقال للعارف أنت عارف لأنك متعرف الإسلام، لا، يقول أنا مجتهد بل أنا مرجع فأعرف الإسلام، وعرفت أن العرفان هو الإسلام الحقيقي والإسلام الحقيقي هو العرفان. فكان عارفا خبيثا، حتى الحداد الكربلائي اللي هو الآخر كان متخرج في العرفان على القاضي الطباطبائي، هذا ما كان خبيث إلى هذه الدرجة، هذا لم يستخدم الاجتهاد والمرجعية في سبيل العرفان بينما استخدمهما بهجة في سبيل العرفان. إخواني الذين بجلوه وكرموه بمناسبة انتقاله من الدنيا إلى البرزخ على ثلاثة أقسام: الجماهير الساذجة البسيطة، وهؤلاء مورد الدعاء لهم بالهداية ومورد تبليغهم إلى الإسلام، وهؤلاء مخدوعون على طول الخط من أية قوة تخدعهم في كل مكان وفي كل زمان، وهؤلاء لا عتب عليهم، وهم المعبر عنهم بالجاهلين القاصرين، ويخضعون للامتحان الإلهي في الآخرة، فإذا نجحوا فإلى الجنة وإذا رسبوا فإلى النار. القسم الثاني الجاحدون الذين يعرفون العرفان ما هو والعارف ما هو، ومع ذلك يؤيدون العارف ويؤيدون العرفان، وهؤلاء أيضا لا عتب عليهم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، أبو لهب في موقفه من رسول الله صلى الله عليه وآله كان إمام هؤلاء الجاحدين في موقفهم من بهجة وأمثال بهجة. القسم الثالث وهم مورد العتاب، وليس العتاب الخفيف وإنما العتاب الشديد، الذين هم مسلمون بالفعل ولكنهم يحسنون الظن بالأفراد وثم يؤيدون الأفراد. لماذا نعاتبهم؟
قال الإمام الحسن صلوات الله عليه، وهذا نص من النصوص الدينية في هذا المورد: عجبت لمن يتفكر في مأكوله كيف لا يتفكر في معقوله. الواحد منهم إذا سمع خبر أضعف ما يكون بأنه يوجد ميكروب السل مثلا في أحد المطاعم المتناثرة بكثرة بين طهران وبين مشهد المقدسة، وهذه الزائر من طهران راكب الباص حافلة النقل إلى مشهد المقدسة، خلي يكون جوعان، خلي يكون عطشان في هذا الطريق الطويل، خلي يتوقف الباص أكثر من مرة، لا يدخل أحد من المطاعم، لا يأكل فيه شيئا، لا يشرب فيه شيئا، لماذا؟ حذرا من إصابته بمرض السل مثلا. أما في هذا العالم المضطرب، متدري هذا العالم عالم مسلم مؤمن متقي ورع، أو هذا العالم عالم زنديق ملحد كافر رجس نجس خبيث تلميذ الشيطان يعتقد بديانة وحدة الموجود، مع ذلك بحسن الظن تؤيده؟ حقق شوية، حقق شوية تشوف هذا عالم إلهي رباني أم عالم شيطاني. إخواني شوفوا، جماعة من البسطاء ولهم الحق لبساطتهم وسذاجتهم، هذول يقولون هذا بهجت كان يبكي في الصلاة. شنو البكاء في الصلاة؟ تدل على أي شيء؟ تدل على الإسلام، تدل على الإيمان، تدل على الورع، تدل على التقوى. العالم الوهابي في المسجد الحرام بجوار الكعبة المشرفة في تلاوة القرآن الكريم في الصلاة يبكي بكاء أشد من بكاء بهجت في صلاته. فإذا هذا الوهابي لازم يكون أكثر إسلاما وإيمانا وتقوى وورعا وما أشبه من بهجة. وكذلك تشوف العالم الوهابي في الحرم المكي الشريف بجوار الكعبة المقدسة، هذا يبكي في الدعاء في القنوت بكاء أشد من بكاء بهجة. شنو هذا؟ تترحم عليه عندما يموت؟ تترضى عليه عندما يموت؟ عندما ينتقل من الدنيا عبر احتضار عسير عسير وعبر أهوال المطلع الشديدة حتى يستقر إلى حفرته من النيران في عالم البرزخ، شنو هذا؟ تترحم عليه؟ شنو البكاء دليل على أي شيء؟ وهناك حديث شريف ذكرناه في السابق في أحد مجالس الحديث الشريف مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول فيه ما مضمونه: إذا اشتد نفاق الرجل ملك مآقي عينيه. خلاصة الحديث أنه إذا المنافق صار منافق شديد فهذا يمتلك دمعته فيتمكن كان يبكي حتى يخدع أكثر، ربما قلبه دا يضحك أما عينه تبكي، مو أنه تبكي لحرقة القلب، تبكي لنفاقه. على أي حال إخواني، فضح هؤلاء العرفاء المغمورون أوجب من فاضح العرفاء
المشهورين من أمثال ابن العربي والخميني ومن أشبه، ولهذا قلنا هذه الكلمات القليلة حتى لا ينخدع ببهجة وأمثال بهجة هؤلاء الذين يحسنون الظن بأي كان. وهناك نصوص دينية شريفة تلونا بعضها في مجالس الأحاديث الشريفة السابقة تقول حسن الظن، ما مضمون الأحاديث؟ تقول حسن الظن مرفوض في زمن الأوضاع فيه مضطربة. شوفوا شافستري شنو يقول، يقول نا مخلوق است آن کو گشت واصل، نگوید این سخن را مرد کامل. هذا الإنسان اللي بعد ما واصل إلى الله عز وجل، أي بعد ما مستوعب ديانة وحدة الموجود، هذا الجاهل، هذا البليد، هذا الغبي يعتبر نفسه مخلوق. أما إذا عرف ديانة وحدة الموجود فيعرف نفسه مو مخلوق، يعرف نفسه عين الله. شوفوا نه مخلوق است آن کو گشت واصل، مو مخلوق هذا اللي وصل اي عرف ديانة وحدة الموجود. نگوید این سخن را مرد کامل، الرجل الكامل اللي عرف وحدة الموجود ما يقول انا مخلوق، لان عرف كل شيء هو الله فيقول انا الله، إلا إذا اتقى منك. نمخلوق است آن کو گشت واصل، نگوید این سخن را مرد کامل. بالمناسبة بهجت كان مرد كامل أم لا؟ في أتباع العرفان كان مرد كامل، فإذا ما كان مخلوق، فإذا ترى الله ما تام. وأنت الغبي كنت بليد جاهل اللي ما اشتركت في مراسم تشييعه. ليش؟ لان لازم تشترك في مراسم تشييع الله لك. نمخلوق است آن کو گشت واصل، نگوید این سخن را مرد کامل. وبعد شبستری يقول خیال از پیش برخیزت به یک بار، نماند غیر حق در دار دیار. الآن أنت عبد خيالك، خيالك يتصور أكو خالق وأكو مخلوق وأكو عملية خلق. إذا رحت عند مرشد فالمرشد يفهمك الإسلام باطل والحق هو ديانة وحدة الموجود. فإذا الخيال مالك تبخر، فرد مرة تشوف ماكو إلا الله، فتشوف كل شيء هو عين الله. أما الآن اللي تشوف أشياء كثيرة فخيالك دا يسيرك، ما دا تشوف الحقيقة. خيال اسبيش برخيزت بيكبار، فرد مرة بهداية المرشد الخيال من أمامك يروح. إذا راح نماند غير حق دار دار ديار، ما يبقى في الدار ديار سوى الله، فكل شيء يصير الله. فقل له أي جاهل على شنو كنت تبكي؟ إذا أنت الله يا بهجت، على منو كنت تصلي؟ وعلى شنو كنت تبكي؟ اسي إمام الحرم المكي في تلاوة القرآن الكريم في الصلاة يبكي، لأن بعد جاهل، ما مرتد فطري عن الإسلام إلى ديانة وحدة الموجود. ما عاد في قنوت الصلاة يبكي، لأن بعد جاهل، ما مرتد فطري عن ديانة الإسلام إلى ديانة وحدة الموجود. أما أنت اللي الحمد لله الخيال من مقابلك في لحظة واحدة ارتفع تبخر، فشفت ماكو إلا الله، على منو تصلي وأنت الله؟ على شنو؟ على منو تبكي وأنت الله؟
وشوف حسب المثل العراقي هالركعة هالبابوج ماكو منو صلى عليه؟ الجوادي. الجوادي عينا مثل أبو هريرة عندما صلى على عائشة. يعني شوف الأقدار شلون تتحكم.